ايوه، انا هلق في ليبيا. عرفت شلون؟ انا في ليبيا في طرابلس. الرواتب ما في 2000 دولار ابدا ابدا، و1500 دولار ما في، و1000 دولار ما في. اللي عم يعطوا الراتب 4000 تركي، واللي له واسطة عم يعطوه 6000 تركي. في سعيد هون بيحطوك يا بيحطوك بمقرات قريبة على الحفاترة، بيضربوك بالهاون على شكل أمارة حرمة. أمس انضربت مقراتهم، ماتوا بيجي 5 6. نحن لو مو قلنا 1000 واسطة ما كنا تركناها، لك نحن تاركين ومسلمين سلاحنا على التسفير.